رقابتي انا المجتمعين من اجل ان نقولوا باللي سفيان مراكشي ولا بالقاسم جير ما همش مواطنين فوق القانون، ما همش مواطنين اللي نطلبوا لهم انهم يخرجوا من الحبس بلا ما يتحاكموا ابدا، هما مواطنين مثلهم مثل كل المواطنين الجزائريين، من حقهم حتى الان انهم يستفيدوا من قرينه البراءه، اذا هم بريئين حتى تثبت الادانه تاعهم. احنا ماذا نطلب؟ نطلب فقط انه هذا المواطنين الجزائريين تتم محاكمتهم محاكمه عادله، يتم توقيف هذا الحبس الاحتياطي التعسفي والجائر في حقهم، والذهاب الى محاكمه عادله من فيها يستطيع الدفاع تاعهم يدافع عليهم، يستطيعوا هما يدافعوا على ارواحهم، وبالتالي تتضح الصوره عند الراي العام، لانه الراي العام الان راهو يدين هذا الصحفيين ولا بعض قطاع من الناس راهو يدين هذا الصحفيين بلا ما يعرف الملف تاعهم. بالقاسم جير كاين الناس راهي تدين بالقاسم جير رغم انه قرينه البراءه كاينه في حقه، عنده لا بريزومسيون دينوسونس بلا ما يطلعوا على الملف تاعو. حنا مانيش نقولوا بالقاسم بريء لانه كاين الناس استشعرت حرج انها تدافع على بالقاسم، حنا نقولوا انه بالقاسم هو مواطن مثله مثل غيره، من حقه يتعامل معامله مثله مثل غيره، انه يتحاكم محاكمه عادله. هذا مكان بالقاسم ما كانش عنده محامي، الان اصبح عنده محامي. بالقاسم راهو موجود في الحبس منذ 6 أشهر ولا 7 أشهر، حاجه اللي ما يتصورهاش العقل في حق صحفي اللي مهما يكون ما لازمش يبقى في الحبس الاحتياطي كل هذه المده، وبالتالي احنا لازم 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 نكونوا واضحين اليوم مع الناس كامل ونقولوا لهم باللي جينا اليوم للدفاع عن حق قانوني وليس من اجل ان نجعل اصحابنا هذو فوق القانون. اليوم اصحابنا هذو راهم في اضراب عن الطعام داخل سجن الحراش، راهم تقريبا اليوم الثاني تاع الاضراب تاع الطعام تاعهم، وهذا الاجراء باش لحقوا ليه اللي هو اجراء قاسي، ان اكيد انه راهم يعانوا نفسيا ويعانوا جسديا وراهم يعانوا لانه محرومين من عائلاتهم. انا نعرف بالقاسم ونعرف سفيان عندهم اولاد، وبالقاسم جير حالته الماليه وحالته يعني صعبه جدا، صعبه للغايه. السيد ما عندوش بيت، ما خلصش مده 6 أشهر، كل هذه الظروف لازم احنا كصحفيين ناخذوها بعين الاعتبار من اجل ان نتضامن حقيقه احنا كصحفيين مع اصدقائنا، نتضامن من اجل انه تتم محاكمتهم محاكمه عادله، ومن اجل انه يعودوا الى احضان عائلاتهم وزملائهم في اقرب وقت ممكن، في اقرب وقت ممكن، في اقرب وقت ممكن. ولابد هذه الرساله تصل الى السلطات اللي ينبغي ان تكف هذه الملاحقه الامنيه تاع الصحفيين. الصحافه ليست جريمه، الصحافه هي مهنه نبيله، مهنه تنقل هموم ومشاكل المواطن، وحنايا احيانا نقطعوا نصف ساعه في العام برك باش نحكوا على مشاكلنا وعلى همومنا، ولما يكون عندنا زملاء في الحبس يعني هذا الشيء شيء لا ينبغي ابدا ان نسكت عليه، ينبغي ان ان ان, أن ندافع عليهم مهما كانت ظروفهم. يعني انا نقول لكم حاجه خالتي، انا كنت ربما اول واحد في الفيسبوك اللي كتب على بالقاسم جير، رغم انه كثيرين لاموني وقالوا لي كيفاش تدافع على واحد وهو كذا وهو كذا. لحد الان هذ الناس اللي لاموني ما يعرفوش الملف تاع بالقاسم. انا ما نقولش بالقاسم بريء، ولكن نقول انه بالقاسم من حقه ان يحاكموه محاكمه عادله مثله مثل اي مواطن، من حقه انه ما يكونش فوق القانون وما يكونش تحت القانون ايضا، ماشي لانه صحفي يتم المرمده تاعو في الحبس وتركه في الحبس يموت، هذا يعني راهو يموت ببطء بالقاسم جير. لحقتنا شهادات من داخل سجن الحراش انه يعاني ضغوط نفسيه رهيبه، لانه اولا ربما يكون يعني عنده ليكزامين كونسيونس، راهو نادم على اشياء دارها ربما، ولكن يبقى انه ما لازمش يبقى في الحبس، ولانه ايضا ربما ويخمم على اولاده ويخمم على عائلته. ف يعني شيء إيمان سبحان الله العظيم، اذا ما وقفناش مع زميل في 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 شكل انساني متى نقف معه. فواش نقول لكم خاوتي، انا نطلب ان نكثف من حمله التضامن مع الزميلين من اجل ان نصل الى المبتغى تاعنا ونشوفوهم معنا في اقرب وقت ممكن ان شاء الله.